تتفرج على السين ما خسرش لكم الزهر. أختي هند، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تقولي الأعراض اللي كتحسي بهم، المشكلة اللي عندك، وقتاش بدا عودي لي الحال ديالك باقي ما عرفتهاش. باش كل يوم باش كل يوم إن شاء الله تعالى واحد الجزم في الحالة ديالك، لكن ما سمعتش. فقدت الأمان، ما نكذبش عليك، جاي لهنا الغاب. أنا نكمل لك. على حسب ما فهمت أنك نسيتي عند رقات بزاف. يعني بدون جدوها. حنا ما نقولوش دوك الرقات ما فيهم شي حاجة، ولكن غادي نقولوا قد يكون خطأ في التشخيص. صح؟ ربما. فهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا علم الداء سهل الدواء. سهل الدواء. يعني ما نسيتي بزاف عندي الرقات وما كانش علاج، كاين شي حاجة في التشخيص. بحال شي واحد مثلا مرض بالحلاقم وصار لي زونتوبيوتيك صار واحد أسبوع وما براش. إذا نسيتي تكون عنده غوام. يعني كاين شي حاجة اللي هي خطأ. فهم أختي هند؟ نحاولوا نركزوا ان شاء الله تعرف هذه الحصه هذه على اساس التشخيص ان شاء الله، لان على حسب ما فهمت من الرقيه اللي درتي من قبل كان تشخيص ربما غلط. اليوم نتمنى من الله انك تقبلي من التشخيص اللي غادي نقولوا لك، هذا الشيء اللي غنفهموه غادي نقولوا ما نخبيو عليك حتى شي حاجه. كان مرض مس روحي راه نقولوا لك، كان صدمه او مرض نفسي سيجيك راه نقولوا لك، كان مرض عضوي اي حاجه اي حاجه انت ما تقولش شنو عندك. كنوني عندي حنا غنقول لك ان شاء الله شنو عندك من خلال الاعراض ومن خلال الرقيه اللي نرقبك دابا ان شاء الله تعالى، لان الرقيه عباره عن تشخيص سكانير اللي كنشخصوا بها ونعرفوا شنو عند الحاله ان شاء الله. على بركه الله. الله شحال مده دابا سبقتي عند زوجك؟ شهر 6 شهر 6 ان شاء الله. انا راني عندي اختي تولي دازي خير ان شاء الله. على حسب الست رقيه شنو هما الايات اللي كتاثر فيك بزاف؟ العين والسحر والحسد. العين والسحر والحسد خير على بركه الله ان شاء الله. انا مدور ان شاء الله رقيه باش نشخصوا الحاله، من بعد غادي نتكلموا ان شاء الله تعالى في الامور العلميه. من الاحسن تكي على المشكله. شي مخده؟ لا العين تكي على الحسد. شو مشكله تكي على المشكله؟ تكي ندير هذيك اللي زعما هذا كان إزار مزيان. عندك حاجة؟ إن شاء الله. سريع جدا إن شاء الله. الله. إن شاء الله. حاول تحكمي في راسك عادي ما كاين حتى شي حاجه تحاول تاخذي واحد النفس ونخرج الهواء من فمي ونحاول نغمض العينين ديالي ونتسمت عادي صافي مفهوم خير ان شاء الله على بركة الله. أختي هند شكروا على الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون
فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه 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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالخالق الذي خلق الجان من مارج من نار أقسم بالخالق الذي خلق الجان من مارج من نار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وحرم على الجان أن يسكن في جسم الإنسان فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي نفس الجن بالجن ونفس الإنس بالإنس وحرام على الجن أن يسكن في جسم الإنسان أيها الشيطان أيها الجان يا خادم السحر أيها العاشق تق الله جل وعلا وكفاك ظلما لأمة الله كفاك ظلما لأمة الله كنت ساحرا أو عاشقا كنت ما كنت فاتق الله جل وعلا وكفاك ظلما وإلا العذاب والقهر والحرق بإذن المولى جل وعلا هاي بحق الناس بحق الله جل وعلا شو دات لك السيدة اللي دخلتي فيها شو دات لك باش أدت باش أدتك السيدة هاي بحق الله بحق الله جل وعلا باش أدتك السيدة هاي بحق الله جل وعلا هاي 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 أنت ظالم والله عز وجل لا يحب الظلم سبحانه وتعالى فقال إني حررت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فلا تظلموا هذا حديث قدسي فلا تظلموا فكيف بك أيها الجن الصغير أيها الجن لا تستكبر على من خلقك تستكبر على الله تستكبر على الله وهو الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون هلا جيني الحقيقة وقول لي شنو كاين علاش دخلتي فهاد السيدة علاش دخلتي فهاد السيدة تكلم بحق الله لا نريد تعذيبك ولا حرقك ولا قهرك إنما نريدك أن تقهر يا من فرقها عن زوجها بالسحر يا من شتت أولادها وأمرض بدنها وضيق صدرها أما استحييت من ربك أما استحييت من خالقك الله وخذ منها طاعة لله يا خادم السحر اسمع ماذا قال ربنا الكريم في محكم التنزيل سبحانه سبحانه وما أنا بظلام للعبيد جني صغير ضعيف عقيق تؤذب لهذا ضيقت صدرها وسوس عقلها دمرت حياتها عطلت عملها عكست كل شيء بالسحر بالسحر بالسحر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. اللهم يا عالم الأسرار ويا كاشف الأضرار ويا مبطل الأسحار، اللهم أبطل سحرها أينما كان، 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 اللهم ولو كان معلقا في الأشجار، اللهم أبطل سحرها، ولو كان معلقا في الأشجار، اللهم أبطل سحرها، ولو كان مرميا في البحار، اللهم أبطل سحرها، وإن كان مدفونا تحت الرمال، مدفونا تحت الحجار، مرشوشا في عتبة. أي بحق الله جل وعلا كل من يسكن في هذا البدن بحق الله جل وعلا أي بحق الله جل وعلا كل من يسكن في هذا البدن بحق الله وإلى العذاب والقهر والحق بإذن المولى جل وعلا أي بحق الله جل وعلا ما سبب الدخول كل بحق الله ما سبب الدخول أو شيطان أو عاشق أو خادم للسحر يسعد بحق الله يسعد بحق الله وإلى العذاب يسعد بحق الله وإلى العذاب أفسحر هذا؟ أفسحر هذا؟ أفسحر هذا؟ ها؟ سحر شحال المدة ديال السحر؟ شحال المدة ديال السحر؟ كل بحق الله شحال المدة ديال السحر؟ هاي بحق الله جل وعلا قديم قديم هاي بحق الله تكلم بحق الله تكلم بحق الله إلا تعذب هاي هاي بحق الله جل وعلا بحق الله جل وعلا هاي هاي سحر سحر خادم سحر شمن عدد السحر هذا؟ أشمن عدد السحر؟ مأكول؟ مشروب مرشوش تكلم بحق الله ها ها وكلاه وكلاه تكلم بحق الله جل وعلا مرشوشي العذاب مرشوشي القهر مرشوشي مشكلة مرحبا وتي العذاب تكلم ها تريد خروج تريد خروج تكلم بحق الله تريد الخروج إما العذاب والقهر والحرق وإما الخروج تكلم بحق الله جل وعلا هاي هاي بحق الله أفسحر هذا ولا يفل انطق بحق الله جل وعلا انطق بحق الله جل وعلا واصعد واخرج منها طاعة لله جل وعلا اقسم بالله العظيم بالله العظيم عليكم يا من يسكن هذا البدن اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم عليكم يا من يسكن هذا البدن من جن او شيطان او عاشق من الجان ان يخرج منها طاعة لله جل وعلا وحرير هذا البدن طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الجن معشر الشياطين 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 اتقوا الله جل وعلا اتقوا الله جل وعلا اتقوا الله جل وعلا وحرروا هذا البدن وحرروا هذا البدن طاعة لله جل وعلا إما الخروج وإما عدم عاد خلتي تكلم عاد خلتي تكلم على سحر 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 تكلم سحر تكلم بحق الله جل وعلا تكلم بحق الله جل وعلا عاد خلتي عاد خلتي عاد خلتي انت بحق الله جل وعلا انت بحق الله انت بحق الله انت بحق الله سحر انت بحق الله شحال المده ديال شحال المده ديال شحال المده ديال السحر انت بحق الله جل وعلا شحال المده ديال السحر قل 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 بالله العظيم قل اقسم بالله العظيم
قل اقسم بالله. قل اقسم بالله. قل اقسم بالله العظيم. 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 قل اقسم بالله العظيم ان اخرج منها طاعه لله جل وعلا وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والا سوف تعذب وتموت باذن الله جل وعلا. قل اقسم بالله. قل اقسم بالله. هي انت بحق الله جل وعلا انت لرسول الله وطاعه لرسول الله ولن اعود اليه ابدا ولن اعود وان اقول الحق وان اقول الحق. شنو عيد السحر اخر حاجه غنسولك؟ شنو عيد السحر اخر حاجه غنسولك عليها؟ شنو نوعيه السحر؟ هي هي هادشي ترى ماشي نوع نوع واش مرصوش واش منفون واش كدا. هي 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 كم حق انت بحق الله جل وعلا. انت عم سخر مرسول انت عم سخر انت عم سخر انت عم سخر ها انت عم سخر تكلم حق الله. بسم الله أرقيك من شر الجن ومن شر الشياطين. بسم الله أرقيك من شر الجن ومن شر الشياطين ومن شر السحر ومن شر العين ومن شر السحر ومن شر العين ومن شر السحر ومن شر العين. بسم الله أرقيك من شر كل لابس. بسم الله أرقيك من شر كل لابس. بسم الله يرقيك من شر كل مرسول. بسم الله يرقيك من شر كل جهاد. بسم الله يرقيك من شر كل شيطان. بسم الله يرقيك من شر كل شيطان. بسم الله يرقيك من شر كل لابس. بسم الله يرقيك من شر كل لابس او خادم السحر او الحارس. بسم الله يرقيك من شر كل لابس من شر كل لابس. بسم الله يرقيك من شر كل مرسول من شر كل مرسول من شر كل مرسول من شر كل مرسول. معشر الجن معشر الشياطين اتقوا الله جل وعلا بحق الله جل وعلا. اي اي قل اقسم بالله العظيم. اقسم قل اقسم. قل اقسم بالله بالله العظيم ان اخرج منها طاعه لله طاعه لله وطاعه لرسوله ولن اعود اليه ابدا. عود قسم اقسم بالله 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 يا رب حق الله جل وعلا اقسمت بالله عز وجل اقسمت بالله عز وجل ديالك شحال مده ديال السحر دابا جيتينا الصحه جينا الصحه ما عندناش عندك الغوت والهراج وكذا وكذا قول لنا الحقيقه شحال مده ديال السحر شحال مده ديال السحر؟ خمس سنين خمس سنوات خير ان شاء الله خمس سنوات خير دابا حاليا اقسمت بالله عز وجل انك غادي تخرج منا شنو تخرج شنو مكان غادي تخرج منه الفم باش نتاكد انك يخرج شي من الفم يلا يلا بحق الله جل وعلا بحق الله خير على بركة سيدنا هذا ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا إله إلا الله لا يبقى شيء هنهين ما فيها تشي حاجة نعود نقلقك الموت بإذن الله قاتلوهم يعذبهم الله من الفم 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 من الفم
بسم الله الله أكبر. هيا الخروج هيا بسم الله الله أكبر. هيا هيا بسم الله هيا بسم الله الله أكبر بسم الله. يلا تخرج تخرج ادنا الأداء الأول. يلا تخرج هيا الحمد لله من الكاميرا خير خير. انا بحق الله مع الاذى لا يبقى شيء. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا لا بحق الله. بسم الله الله اكبر. هي الله اكبر 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 الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر سير 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 خروج بحق الله الخروج بحق الله هاي هاي يلا تقراسك فين وصلتي الفوق وصلتي الفم يلا قالك والو تخرج قالك والو تخرج يلا تقراسك تقراسك سير أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد. حسيتك فوق سين ما خديش فقد الوعي. رجعتي للطبيعة ديالك دابا عادي. ها؟ خاش ممكن تجلسي؟ ممكن تجلسي أختي ممكن تجلسي إن شاء الله. اسراء انا معي بنسيا هين تحاول تفقدين ان شاء الله لا خوف الا من الله عز وجل. ماشي مو شمو 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 خير حاول تفسي سرح 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 يا زيد سرح جديد يا لا حاول 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 كتسرع يعني بدي نفهمها. واش شي حاسه وما كنتي حاسه بوالو؟ واش من الاول كنتي حاسه ولا حتى الاخر؟ نعم ماشي مو شمو صح شويه ماشي مو خذ راحتك. انا تنفسي مزيان شوف خدي وضعية خدي وضعية مستقيمة وحاولي تنفسي مزيان خدي وضعية مستقيمة حاولي تسكيني ماشي مش مش ما معصاش درك تحسي من الاول جاوبي لي واش عرفوا شنو كان يلا يلا يا لقيت يلا خصني يلا تبارك الله قلنا شنو واقع واش تحسي عرفتي كنتي فاقده الوعي وكنتي حاسه بداكشي اللي كدير واش عرفو التشخيص شنو فيه؟ حالات مزيان يعني داكشي كيدوز قدامي. فاش بديت معاك بالقسم قول اقسم بالله العظيم فاش دخلنا في هاد القسم شو كتحسي في ديك اللحظه؟ كتحسي راسك انت اللي كتهضري ولا شي حاجه فيك اللي كتهضري؟ معرفتش. ها؟ معرفتش. لا خاصك تعرف الاحساس ديالك هذا واش حاسه براسك انت اللي خرجتيها ولا كتحس شي حاجه فيك هي معرفتش واش ما حاسه براسي خرج مني ما عرفتش ما غاديش شي حراره يعني من من كرشي طالع عليا حتى لراسي شي حراره طالعه وحلات لي هنا في راسي بقى الان في راسي بقى حسيتها في الراس ديالك اه يعني حسيت واحد الحراره طالعه من رجليك وصلت تل كرشي ها تل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها قال رب نجني قال رب نجني قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بطونها 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 خير ان شاء الله صالح. الاحسن ما كيتبين لنا في التشخيص ان التشخيص ديالنا يجي الحاله ديالك الاخت هين حاليا شي كنشوفوا خا المستمعين دابا حاليا شافوك تحتي وقسمتي بالقسم وكذا وما عندكش المس ما كاينش الجين في الدار ديالك. علاش؟ اول شيء انا كنفقدتيش الوعي صافي باقي عقله على اي حاجه مفهوم. ثاني حاجه دائما فاش كيكون انسان فيه مس راه يقدر يتكشف يقدر اي حاجه. انت الحمد لله بحال محافظه على راسك يعني باقي واحد الوعي عندك في العقل ديالك خذ راحتك. انا يلاه كنت ايام هذه باش مشى عندي واحد راقي جلس عندي هنا 4 ايام حسيت بزاف حيت انا كان ما عرفتش ما حسيت بتغيير ولكن ماشي 100% خير ان شاء الله ماشي فيها 100% ولو انا وجه عندك مثلا راقي او وجه عندك هذا التشخيص راه ماشي بحال التشخيص كل واحد وطريقه التشخيص ديالو. انا ما نقولش كنت يعني كتمثلي ولا شي حاجه بحال لا ولكن كاين واحد الحاله سميتها الوهم. راه قدرت تمشي عند واحد الراقي مثلا فيك مثلا عندك غير مثلا نقولوا حنا عندك عين او عندك سحر التوكيل مثلا الناس اللي كيكون عندهم بحال هكذا راه 20% فيهم المس ديك 80% كلها عندهم غير الوهم غير باش تعرفي تقول لا كنحس داكشي انا اللي كنقول ولو انك تحسي بشي حاجه كتهضر فيك راه ماشي كتهضر فيك انت راه حاسه واعيه. هذا ما يسمى بانفصام الشخصيه بحال سكيزوفرين تبارك الله بحال شي شخصيه كونتيها ولد ديك الشخصيه دائما فيما غادي دير الرقيه او تسمع القران غتبغي تطيح ولا غتوقع لك شي حاجه بصح لان العقل ديالك حفظ بان القران راه كيطيح. لا القران ما كيطيحش بالعكس القران راه شفاء صح. نعطيك غير واحد المثال دابا حي لاش دينا دابا مثلا واحد الحافظ عطاني كيحفظ كيولي فيما تسمع انت ديك الايه ديال العاشق تقدر تطيح عليها هذا كمثال. كنحس باغراض مثلا نقول لك شنو هما الاغراض وهاد الاغراض كنشوفهم مثلا سميتو يعني كنحس بهذا الرجل يعني النمل كيهبط وكيطلع معايا بزاف وكان ديما كنلقى يعني لحمي كله زرق كنلقى ديما لحمي كله زرق وفي الليل يعني ديما كنحس بشي حاجه كتحيط بغيت تحيد لي حوايجي. واحد المره يعني هذا الشيء ناعس كنخدمها كطفى لدرجه انني تعجبت في داك الشيء لا ماشي هكذاك ماشي هذا الشيء ماشي عادي اصلا التليفون باقي جديد الشارج مشارجي ما قرات البقره ماشي من اليوتيوب اللي ربما نقولوا الكونيكسيون لا يعني انستالي عندي. جاوبك على هذا السؤال اسمح لي من وراها مني نعست شويه حبست صافي تخلعت حبست حتى كنلقى شي حاجه سخونه الحراره كتجي لحدا وجهي شي حاجه سخونه انا يعني ناعس فمي الا لاحظتي اختي الا لاحظتي واحد الملاحظه انا ديما كتقول لي كنحس بشي حاجه كتقول كنحس بشي حاجه على برا حسيت واحد السخونيه جاتني على برا
يعني ما اي حاجه كتكلمي عليها دابا فاتت التلفازه راه على برا. اذا هذا الشيء اللي عندك راه ما داخلش في الدات ديالك، يقدر يكون تابع على برا. الحراره اللي كتكون في الداخل ديال نشرح لك، الحراره اللي كتكون في الداخل ديال الانسان كتسمى طاقه سلبيه. شنو هو السحر؟ شنو هو العين؟ شنو هو الحسد؟ هو عباره عن طاقه سلبيه كتدخل في ذات الانسان، كيخصو طاقه ايجابيه باش هذيك السخونيه كلها تقدر تكون ديال العين، ديال السحر، ديال الحسد. اما بالنسبه للمس انا مس ما نعم انا واخا تهضرت خير ان شاء الله، ولكن دابا هاد التكلم تكلمتي معنا دابا اليوم كياكد لي انه راه ماشي مس، غير القارين لاعب عليك مزيان، ماشي محفظك، كيحاول يوهمك واحد الفكره في العقل الباطني ديالك، وانت فاش كتكوني في اللاوعي كتخرجي داكشي اللي عندك، داكشي كاين في العقل الباطني لداخل. اولا كيكون السحر مثلا في الذات ديالك، وكيحاول داك القارين كيحاول انه يتقوى من داك السحر ويبرزك. هذا ما يسمى بسحر توكيل، يعني ما كيخدم ما كيدخلش فيه خادم السحر بحال العين، ما كيكونش خادم السحر. يعني شنو كان شنو هذا الشيء مثلا مشيت عند طبيب نفسي شفتي مخليتيني مشيتي عند السيكولوج ولا السيكياتر؟ مشيت عند المجهول شفتي كيقولوا لك بديت يعني نفس الحاله، ولكن داك الشيء اللي ما كنقدرش نهز الميكرو ما نقدرش شوف كنشوف النمل كيبقى طالع معايا مع رجلي وكيهبط، كنحس بشي حاجه كتحيد لي حوايجي، كنحس الحمي كامل دابا زرق. باقا خاصك انا السته اللي ساكنه فيها ما دابا عطاني بابا واحد الدار ساكنه فيها، يعني هذا الشيء اللي كيجيني انا ما عرفتش منها شي حاجه مشوشه شي حاجه يعني ريحتها كريهه شفتها انا تخلعت. يعني شنو غيدير داك الشيء عندك؟ السره عندي فيها ثلاثه ديال السرات، سراف 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 ثلاثه ديال السرات عندي في كوافوس عندي لداخل، وهو عباره عن تراب ماشي تراب، داك الشيء فيه الوسخ وفيه شي حاجه خايبه صافي. تصدمت وريتو لماما من السحر ماشي ديال الساعه، وريتو لماما، كانت ماما في الداخل قالت لي خصني نمشي درتو في الفريغو، درتو في الفريغو يعني ما درت لي حتى شي حاجه، درتو في الفريغو. من وراها بديت كنطيح صافي، من وراها بديت كنطيح صافي. قارين هادشي بغي هادشي بغينا يفهموا الناس، علاش حنا اللايف علاش دايرينو؟ دابا هذا واش السحر اولا؟ حاليا كاين السحر ولكن المس ما كاينش، وكاين داكشي اللي تشرح لي شنو الفرق ما بين السحر والمس؟ انا براسي ما فهمتش ما عرفتش شنو الفرق ما بين السحر. المس هو جين داخل في الذات ديالك، هذا كيتسمى مس، جين داخل في الذات ديالك. السحر فيه جوج، فيه التكليف والتوكيل. ما معنى التكليف؟ هو كيكلف واحد الشيطان يدخل في الذات ديالك، وديك السيدة طلقها على الزوجة ديالها، بقيت قاتل تيطلقك، أو يدخل فيك مثلا على أساس ما تزوجيش، يبقى معطلك، هذا كيتسمى خادم السحر. وكاين سحر التوكيل، شنو هو التوكيل؟ أما كيسحروا لك، ولكن القرائن ديالك هو اللي كيخدم داك السحر، ما غيتكلمش على اللسان ديالك، ولكن غيبرزك، غيتقوى عليك، غتكون عنده واحد القوة باش دي يعني خمول في الصالة، وليت كنصلي مثلا كنطيح فوق السجادة، يعني شنو كتشرح لي هادشي؟ شنو كتشرح لي؟ كنصلي كنطيح فوق الصلاية. وليت يعني كنت التليفون ديالي ما فيش الموسيقى، ولا التليفون ديالي عندي ضعف في العباده، وانا ما راضياش على هذا الشيء، ما عجبنيش. راه ماشي بالضروره، ماشي بالضروره كان الانسان مثلا كيوقع له هذا الشيء كيوقع لك يكون عنده مس. راه ماشي انا كنحل لك ديك الفكره ديال المس من عقلك، ماشي من الضروره حتى